استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله في قصر السلام بمدينة جدة هذا اليوم أخاه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريما لصاحب الجلالة الملك المفدى بمناسبة زيارته إلى المملكة العربية السعودية. حضرها أصحاب السمو الملكي الأمراء وأعضاء الوفد المرافق لجلالة الملك المفدى وعدد من كبار المسؤولين في المملكة الشقيقة.